مرة تانية أعزائي المشاهدين، وكان الكابتن أسامة عندك تعقيب على موضوع علي معلول وأجية. يعني هي يمكن من من حظ، أنا كنت مع مستر مارتن يول وطبعا الجهاز سيد عبد الحفيظ وعظيمة وطارق سليمان، يمكن احنا اللي جبنا علي معلول وأجية للنادي ومع محمد الشناوي حارس المرمى طبعا، وكان مروان محسن. بالنسبة لعلي معلول يمكن احنا تهاجمنا فيه شويه لما جه، لانه في ناس كان ساعتها طبعا تلات اجانب بس، فناس كتير انتقدتنا وحتى فنيين قال لك انه انتوا جبتوا باك ليفت والمراكز اللي هي المفروض يجي فيها افارقه هي المراكز الهجوميه غالبا، راس الحربه، الراجل بيلعب تحت راس الحربه، الجناح. فعلي معلول انا بقول من ساعه ما الواحد اتفرج على كوره وهو صغير مثلا من السبعينات ولعب وبقى مدرب، وحتى هذه اللحظة هو أفضل لاعب أجنبي دخل فرقة النادي الأهلي. يعني في مرة على تاريخنا لعيبة كتير كانوا كويسين، منهم فلافيو طبعا، منهم جيلبرتو، منهم فيليكس أبواجي، منهم أجايه، وطبعا غير الموجودين دلوقتي. علي معلول أنا في تصوري أنه أفضل لاعب عنده كل القدرات الهجوميه، بيعرف يعمل كور عرضيه كويس، قصيره طويله بيحطها بالمقاس، بيعرف يلعب مع اللعيبه، بيعرف يهدف، بيعرف يلعب ضربات ثابته، دفاعيا كمان كويس، يمكن يعني مش بالدرجه الغير عاديه ولكنه مميز، وكمان بيقدر يلعب في مركز الجناح، فهو افضل واحد من وجهه نظري جه في تاريخ النادي الاهلي في الاجانب. بالنسبه لاجاييه لعيب ممتاز، ويمكن الكابتن شريف قالها واسامه وعادل، من مميزاته الكبيرة انه عنده حرية او عنده تحرك كتير قوي بيسهل على زمايله في الاستحواذ، ولذلك ساعات مستر فايرا يلعبه راس حربة بغرض انه بيستحوذ مع لعيبة وسط الملعب، بيعرف يتحرك لهم وبيعرف يسند معاهم كتير، كان بيعملها لما كان عبد الله موجود كتير، دلوقتي مع قفشه، مع وليد، مع الناس اللي بتيجي من الاطراف زي حسين الشحات وزي رمضان لما كان موجود ومجموعه اللي هم بيلعبوا تحت راس الحرب. فاجايه برده من الناس المميزه جدا، رغم انه طبعا اخر ماتشين ثلاثه اقل. الثالث بتاعهم اللي هيبقى مميز جدا اللي هو اليو ديانج، ده مكسب كبير جدا للنادي الاهلي، وكمان صغير وجاي، فده هيبقى برضو من الناس المميزة. طيب احنا كنا عايزين نتكلم على